ربنا وعلى آيات ربنا وعلى مقدسات ربنا، عشان كده النبي حكم عليه بالكفر. ست أم كريم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ، أخبار؟ مرحبتين، اتفضلي. لو سمحت، والله في حفلة مشاكل بيني وبين جوزي، ومعي عينين، عين لسنين وعين لسنتين، وبسافر يعني بلد بعيد، بروح السعودية وبروح الإمارات حاجة كده. حلو، هو إنه شكاك يمشي، تحصل مشاكل كتير ما بيني وبينه، وبيقول لي كل ما يكلمني يقول لي دلوقتي عاوزة أطلقك، عاوزة أطلقك. وكلم ناس، كلم أبويا يعني يقول عاوزة أطلقها، وراح أبويا قال له معاك 2 من يستحملوا مش عارف إيه، وراحوا برضو زي كده زمجني 12 يوم في بيتنا، وراح علم أخوه يعني وجوزته، وراح يتعرف معاه وجابوني. طب ايه السؤال يا ام كريم؟ السؤال أستاذ ليا يعني، هو أنا عايز أعرف هو إيه حكاية الشك اللي بينه وبينه، أول ما بسافر بيقول لي واحد معي أنا وتعرف معي يقول لي إنت حصلتي طيب وعايز يطلقني. طيب اسال الله العلي القدير ان يهديه وان يرد اليك مردا جميلا وان يصلح حاله. ولكن الشك مرض، والفرق بين الغيره والشك زي الفرق بين السماء والارض. المؤمن الرجل يغار على عرضه لكنه لا يطعن في شرفه. المؤمن الرجل يحب زوجته لكنه لا يطعن فيها، يغار عليها حتى من الهواء ولكنه لا يطعن في شرفها ولا في عفتها. هذا مرض، وعلى الأخ الكريم أن يعود إلى رشده قبل خراب بيته، فالبيوت لا تبنى إلا بالحب.